مرض نادر وفي طريقه للاعتزال. بيج رامي بينسحب من حلمه الكبير وبيعلن عن عدم مشاركته في بطولة مستر أولمبيا لكمال الأجسام واللي مقرر في شهر نوفمبر الجاي. البطل المصري بيج رامي فجر مفاجأة بعد ما طلع وأعلن انسحابه من مستر أولمبيا، خصوصاً إن الكل كان مستني رامي يرجع من جديد وينافس على البطولة اللي كسبها مرتين قبل كده وخسرها السنة اللي فاتت. بيج رامي طلع واتكلم في تصريحات تلفزيونية وقال: بعد المشاورة مع فريقي قررت أخد استراحة من المشاركة في مستر أولمبيا السنة دي. طبعاً تصريح زي ده فتح ماسورة شائعات على السوشيال ميديا وعلى المواقع والجرائد، وكلام كتير عن اعتزاله اللعبة، وخلاص الراجل قرر يتجه للتدريب وشايف إنه مفيش أمل يكسب البطولة من جديد. وزي ما بيقولوا بالبلدي كده، العظمة كبرت. الموضوع موقفش على كده، ده تقال إن الراجل اتصاب بمرض نادر بياكل في عظمه وعضلاته ومخليه مش قادر يقف على رجليه ولا يرجع للفورمة اللي كان عليها، وده السبب اللي خلاه يعتذر عن المشاركة في مستر أولمبيا السنة دي. بيج رامي رد على الكلام إنه هيعتزل خلاص وقال: بالعكس أنا مش بفكر في اعتزال لعبة كمال الأجسام في الوقت الحالي، وهشتغل أكتر مع فريقي علشان أشارك في البطولات الجاية، واستنوا فورمة وعودة أقوى. والقرار ده أنا عارف إنه سيء ومخيب لكتير من المحبين في الشرق الأوسط، بس هحاول أشتغل على نفسي الفترة الجاية علشان أقدم أفضل نسخة مني، وشايف إن الوقت ده مش مناسب للمشاركة في مستر أولمبيا السنة دي، وهاخد فترة تأهيل بس هشارك في بطولة 2024. بيج رامي المتوج بلقب مستر أولمبيا مرتين ورا بعض في 2020 و2021، واحتل المركز الخامس في البطولة الأخيرة في 2022، ومثل أعلى لكتير من عشاق لعبة كمال الأجسام والمصريين بشكل عام، قرر إنه ياخد استراحة محارب، خصوصاً إنه مش هيستحمل يخسر البطولة الأقوى في العالم للسنة التانية على التوالي. بيج رامي مش بيفكر نهائي في اعتزال لعبة كمال الأجسام دلوقتي، بيحاول يتعافى من الإصابة اللي حصلت له الفترة اللي فاتت علشان يشارك في البطولات الجاية، وهيكون جاهز وفي أعلى فورمة، وهيشارك في بطولة أرنولد كلاسيك المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقرر إنه ما يشاركش في بطولة مستر أولمبيا في محله، خصوصاً إنه مستواه تراجع بشكل كبير آخر سنتين، وأفضل إنجاز حققه كان المركز الرابع بطولة دولية بالمكسيك. علشان كده هو محتاج ياخد فترة راحة وتأهيل ويرجع السنة الجاية بفورمة أقوى. وبعدين المرض النادر اللي تجيله الجرأة إنه يسيب واحد زي بيج رامي؟ اعقلوا الكلام يا جماعة.